صحيفتا البايس وابيسيا الإسبانيتين كشفتا الغموض الذي كان يلف سرقة الأطفال في الفترة ما بين 1970 و1980. ففي أعدادها الصادرة لهذا اليوم عادت لتحكي قصة خطف الأطفال الرضع والتي كانت وراءها شبكة دولية لبيع الرضع المزدادين في المغرب أو في تراب مدينة مليليا المحتلة. بلاغ لوزارة الداخلية الإسبانية أفاد أمس بأن عدد المتورطين في الملف بلغ حوالي 31 شخصا، 12 منهم فرقوا الحياة والباقون بلغوا مراحل متقدمة من العمر أو في حالات صحية حرجة، من بينهم راهبة إسبانية وأطباء وممرضات وعمال بالعيادات والمستشفيات في مدينة مليليا المحتلة يتم متابعتهم في سراح مؤقت. وكانت الشكاية التي فجرت الموضوع قدمت في مدينة فالنسيا شهر نوفمبر لسنة 2011 من قبل جمعية إسبانية للدفاع عن ضحايا الأطفال المسروقين، والتي أثارت التحقيق استنادا إلى حالة سرقة ثلاث شقيقات ولدنا بمدينة تطوان.